السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد. حلقتنا النهاردة بعنوان: فوالله لا يخزيك الله أبدا. قالت خديجة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضعيف وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. متفق عليه. قال العلامة عبيد الجابري حفظه الله: هذه ست خصال لا يحملها إلا كمل الرجال، وقد ذكرتها أم المؤمنين رضي الله عنها تخفيفا على زوجها صلى الله عليه وسلم، ومطمئنة له ومبشرة بحميد العاقبة. ومعنى هذه الخصال تفصيلا: أولا صلة الرحم، فهي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال، وتارة تكون بالخدمة، وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك. ثانيا صدق الحديث وضده الكذب، ولم يجرب على النبي صلى الله عليه وسلم قبل نبوته، كما صرح أبو لهب حين قال: ما جربنا عليك كذبا. وكان صلى الله عليه وسلم معروفا بين قومه بالصادق الأمين. ثالثا حمل الكل، وأصل الثقل، ومنه قوله تعالى في الكتاب الكريم القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو كل على مولاه. ويدخل في حمل الكل الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك. رابعا تكسب المعدوم بفتح التاء، هذا هو الصحيح المشهور، يقال: كسبت الرجل مالا وأكسبته مالا، لفتان أفصحهما بإتفقهام كسبته بحذف الألف، فمن رواه بالضم فمعناه تكسب غيرك المال، تكسب غيرك المال المعدوم، أي تعطيه إياه تبرعا، فحذف أخذ المفعولين، وقيل معناه تعطي الناس مالا يجودنه عند غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الأخلاق. كانت العرب تتمارح بكسب المال المعدوم، لا سيما قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم محظوظا في تجارته. خامسا إقراء الضيف. قال أهل اللغة: يقال قربت الضيف أقرأه، قرأ بكسر القاف مقصور، وقراء بفتح القاف والمد، ويقال للطعام الذي يضيفه به قري بكسر القاف مقصور، ويقال للفاعل قارن، مثل قضى فهو قاض. سادسا الإعانة على نوائب الحق، فالنوائب جمع نائبة وهي الحادثة، وإنما قالت نوائب الحق لأن النائبة قد تكون في الخير وقد تكون في الشر. وقال العلماء رحمهم الله: معنى كلام خديجة رضي الله عنها إنك لا يصيبك مكروه لما جعل الله فيك من مكارم الأخلاق وكرم الشمائل. وهذا ما روي في إمداد المسلم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.